مشاهدي شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم الان في هاد المباشر من مدينة الدار البيضاء في هاد الساعات المتأخرة من الليل وفي هاد الاجواء الباردة. بكل صراحة يعني انتم الناس في ديورهم مغطين يعني وكيشوفوا يعني وهاد البرد اللي كاين دابا الله يحسن والو، فما ادراك اخواني هاد الناس اللي كيعيشوا التشرد واللي كينعسوا في الزنقة، يعني الله يحسن والو، يعني اليوم أشخاص بدون مأوى بدون معيل بدون عائلة. هاد الناس يعني كل واحد تختلف الأسباب اللي غيرات حياتهم ولا الأسباب اللي خلاتهم على أنهم يختاروا الشارع ويختاروا الزنقة باش يقدروا على أنهم ينعسوا فيها، وكل واحد كتختلف مشاكله اللي خلاته على انه يتشرد ويعيش تشرد، لان بحكم طبيعه العمل ديالنا والتقرب ديالنا من المواطن وخاصه من الجانب الاجتماعي والانساني عشرنا ناس وعرفنا ناس وتعرفنا عليهم، يعني هاد الناس هادو اللي كي ظروف ومشاكل اللي كانوا عايشين في العز وعايشين في الفلوس وعايشين في مكانه اجتماعيه كبيره، ففي الاخير كتقلب المصير ديالهم كتقلب الحياه ديالهم راسا على عقب، ربما بسبب ازمات مشاكل العديد من الامور اللي كتخليهم على انهم يخرجوا للشارع ويتشردوا في الشارع. الناس اللي كيسولوا اش من بلاصه في منطقه سيدي البرنوسي وبالقرب تماما من مسجد القدس، السيد راجل ربما على حساب الوجه ديالو ربما في الثلاثينات من العمر ديالو، محيد يعني الامر اللي كيألم هو انه محيد السبادري ديالو مفرش الكارطون وما قاد يعني ما بغاش يطلع بالسبادري ديالو فوق الكارطون اللي الناس فيه باش ينعس. حنا هاد اللايف الهدف شنو هو؟ الهدف هو توصل رسالة لجمعية المجتمع المدني المسؤولين باش تكون واحد الالتفاتة لهاد الناس اللي كينعسوا في الزنقة، يعني هاو نعس في الزنقة بلا مانطا بلا دفا بلا حتى شي حاجه، الله يحسن العوان الله يحسن العوان. اقسم بالله حنا بغينا الجمعيات اللي في قلبهم الروح الوطنيه، في قلبهم الغيره على الوطن، في قلبهم الغيره على هاد الناس هادو وكتشدهم الحرقه على الوطن، بغاو التغيير للافضل بطبيعه الحال. يعني بغينا الجمعيات انهم يكون عندهم واحد التدخل اجتماعي انساني لهذه الظاهره هذه، لان الناس هنا كنقرا كاين بعض الاخوان كيقول كي علاش كتصوروا فيه؟ يا اخي الكريم نصوروه باش ان نوصلوا الصوره المعكوسه اللي خاصها توصل لجمعيه المجتمع المدني المسؤولين بصفه عامه، انه واحد اذا كان ناعس في دارو مغطي بمانطا هو مرتاح، فكاين ناس اخرين اللي ناعسين غير في الزنقه فرش الكارطون غطاه الارض فرشوا الارض وغطاه السما كيف ما كنقول. يعني تخيل في هاد البرد هذا حنا لابسين يعني وكتحس بالبرد، الناس في ديورهم وحاسين بالبرد، فما ادراك بهذا السيد هذا. وهذا غير مثال، راه كاين بزاف ديال الناس اخواني، كاين بزاف ديال الناس اللي حاليا نديرو جوله قصيره في العاصمه الاقتصاديه المملكه القوا العديد من الناس كيعيشوا تشرد، العديد من الناس كينعسوا في الزنقه، العديد من الناس اللي حاليا كاين اللي ما لابسش، يعني راه كاين اللي تحويجو ما لابسهمش في هذا البرد هذا. بكل صراحه الله يحسن العوان الله يحسن العوان، ما نبغيوش لشي واحد هاد العيشة هادي، ما نبغيوش لشي واحد تشرد، ما نبغيوش شي واحد انه ينعش في الزنقة، ولكن نبغيو على اننا تم الالتفات لهاد الفئة من الناس. جمعية المجتمع المدني كاينين بكثرة، كنشوفهم كيديروا بعض الحملات، ولكن كنتمنى دوك الحملات ما يكونوش غير في الوقت اللي مسلك الجمعيات، انما يكونوا دائما خاصة وانا دابا تحرك البرد، يعني ما فيها باس ان تفكرنا هاد الناس، ما فيها باس ان واحد السيد في دارو يخرج منطق ولا يخرج واحد التاكيطه ولا يخرج واحد السروال ديال القطن ويعطيه لواحد مسكين اللي في الزنقه. خصنا نتعاونوا مع بعضياتنا، خصنا نديروا يد في يد، راه حنا كاملين ولا الشعب وحنا كاملين خوت، راه خصنا نحسوا ببعضنا يا اخواني، يعني خصنا نوقفوا مع بعضياتنا، راه الا ما وقفناش مع بعضياتنا راه 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 يعني كنتمنوا انه رساله تكون واصله، لان كاين بزاف ديال الناس اللي عندهم الغيرة على الوطن، كاين بزاف ديال الناس اللي كضربوا غير على خوه المسلم اللي كيبقى فيه خوه المسلم. يعني بكل صراحة كنتمنى
على انه تكون الالتفاته لميت هاد الناس هادو يعني اللي كيلعبوا في الزنقه واللي كيعينوا ومنتشر. بزاف ديال الناس كيسولوني اش من بلاصه، البلاصه في منطقه سيد البرنوسي بالقرب من مسجد القدس، يعني مسجد القدس جا في الشوكات السيد بالقرب منه مباشره. يعني حنا من اجل ان الصوره تبان يعني الله يحسن العوان يا اخواني، اقسم بالله الا بغينا التفاته لا من المسؤولين ولا من جمعيه المجتمع المدني ولا كذلك من الناس اللي يقدروا يوقفوا واحد الناس هادو. لا شوف راه اللي غير كل واحد يعاون، يعني انا مثلا ساكن في واحد المنطقه وقريبه لي واحد السيد كان في الزنقه، يعني ما قدرتش كاع باش غادي نعاونو، فنقدر نخرج ليه مانطا، نخرج ليه سروال، نخرج ليه تريكو اللي يقدر على الاقل غير يدفع به، احسن ما انه يبقى في هذا البرد هذا. وانتم عارفين هذا البرد اللي كاين دابا، راه الناس كيما قلت لكم في ديورهم ومغطين والله يحسن العوان. اذا الحمد لله، الانسان يحمد الله سبحانه وتعالى ويشكر على النعم اللي عطاه، يحمد الله على انه دافي وزد دارو، يحمد الله على اي حاجه اي رزق عطاه ليه، ولو انه يكون يعني كيقول لك لا لا بغي ندير بغي ندير، ولكن حمد الله على حالك لان كاين من الناس اللي اكثر منك ومحتاجين فقط شويه من داك الشيء ومن داك النعم اللي ينعمهم عليك الله سبحانه وتعالى. كنتمنى رساله المشاهدين تكون وصلت. الى هنا كينتهي هذا المباشر، الى مباشر اخر ان شاء الله.